اخويا السلام عليكم. خويا السيد هذا الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقة القبور، هذا من الناس الطيبين، من اطيب خلق الله مسكين الله يرحمه في هذا النهار. الله دفن الاب ديالو ما كاينش دابا حتى في شهر 9 دفن الاب ديالو، انسان طيب. غدروا هاد الناس غدروا هاد الناس عينهم الله ياخذ فيهم الحق. اما انسان طيب وخدم معنا ما عمرنا شفنا منه شي كلمه خايبه ولا شحال، العمل طيب كل شيء كيشهد فيه بحق، ولا الجيران لا الناس اللي كيخدم معاهم ولا كل شيء. اش غنقول لك اخويا، لا اله الا الله محمد رسول الله، زعما بقى فينا زعما مزيان. اخويا تلقينا الخبر البارح بالليل ما جاناش النعاس، ما نعسناش والله ما نعسنا بالله، مشينا حتى لحدا السكن ديالو ريحنا، قال لك راه ما يمكنش لي ما يجيبوش غادي يجيبوا للدفن مباشر. جينا من دابا جينا كنسكنوا في البرنوسي، جينا عندنا ريحنا تسنينا الجمعه ديالنا في الفردوس عاد شم الدفن ديالو مسكين، وجينا كنتجاروا باش نشدوا الدفن تاعنا جينا معطلين، راك عارف الطريق والسيركيلاسيون. وصلنا مع الطير وهادشي اللي غندعاو معاك ونقول الله يرجعو من الفائزين بالجنات. كنطالب دائما كنطالبوا من الحكومه انها تاخذ لنا الحق ديالنا من هاد الناس اللي ارتكبوا الجريمه. جريمه شنعاء واد السيد هو مسكين، هو بحال قلتي هو غيتسمى رب الاسره، كينوب على الاب ديالو الله يرحمه. راه هو دابا اللي كينوب على الاب مترجى الام ديالو الاسره ديالو هو اللي غادي يهزو مسكين. ها هو الله يرحمه دابا هاد الاسره هادي راه مسكينه. اش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي كبير ولكن مساكن كيبان لي بحال ضاعوا ساكت من الناس الضائعين. راه كيجري على مو واختو صغيره والاخ ديالو وجده، كان الاب ديالو خدام معنا راه مات الله يرحمه، والله دفناه في شهر 9. ها هو دابا الابن دابا شكون دابا اللي غيزاد الاسره هذه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وحنا كنطالبوا من الحكومات انها دير اكثر من الجهد ديالهم باش يلقوا القبض على هذه المرتكبه هذه الجريمه، هذا الشيء اللي كنطالب. ولا اله الا الله محمد رسول الله اخويا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.